نحن الآن في تجمع مخيمات أطمع على الحدود السورية التركية شمال إدلب. عشرات المخيمات غرقت بفعل السيول والفيضانات التي اجتاحت المخيمات خلال ساعات الليل. حقيقة الأمطار لم تتوقف منذ يومين تقريبا. عشرات العائلات شردت المئات من العائلات النازحين شردت بفعل هذه الفيضانات. حقيقة الصورة أبلغ من الوصف. هناك نداءات استغاثة من قبل الأهالي النازحين للمنظمات بالتدخل وإنقاذ الوضع. كان هناك إجراءات وقائية من قبل الدفاع المدني وبعض المنظمات بتقديم فتح مجاري الأنهار والوديان في هذه المخيمات. حقيقة يعني الوضع كارثي وكارثي جدا. عائلات لا تعلم أين تذهب. ليست هناك أي إحصائية دقيقة لعدد العائلات أو حجم الأضرار إن كان مادية أو حتى إن كان هناك وفيات أو مفقودين بفعل هذه الفيضانات. وضعنا من بارحة الساعة 8 بالليل صار طوفان قوي وأمطار غزيرة جدا جدا جدا، مما أدت لهذه السيول وانجراف أكثر الخيام. يعني 50% من الخيام راحت بالمخيمات قاطعة قطم الشمالي. وهذا الوضع هذا هو. ناشدنا العالم، ناشدنا المنظمات، ناشدنا ما حد رد علينا خالص. المخيمات طافت كما تشاهدون، ونحن الآن في حال يرثى له، ونناشد جميع المنظمات بإيجاد حل لهذا الأمر. فنحن نزحنا من بلاد القصف والدمار وجينا لهون، فعشنا أسوأ. فنناشد جميع المنظمات بإيجاد صرفة حل لهذا الموضوع. وأنتم كما ترون تكبدت الناس خسائر بما فيه الكفاية. Thank you.